امال بلس 90 دي كده بالهوا؟ لا مش بالكلام، لغايه بعد لغايه لما الحكم يصفر نهايه المباراه. دايما جمهور النادي الاهلي كده. مباراه بيراميدز لو عملت استفتاء دلوقتي هنا على الصفحه مثلا وقلت يا جماعه كم واحد اهلاوي كان يتوقع ان النادي الاهلي يكسب بيراميدز في الدقائق الاخيره؟ هتلاقي 100%، بلاش 100%، 95%. 95% من الاهلاويه كانوا قاعدين حاطين، مش حاطين في بطنهم بطيخه صيفي، قلقانين وكل حاجه، ولكن عندنا الامل ان احنا هنكسب. هنكسب وهنجيب جون. هو ده اسلوب النادي الاهلي وهذه طريقه النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي بالمناسبه. لو اعمل الاستفتاء دلوقتي هتلاقي طق ضرب لفوق كده.